أوروبا، فرنسا، باريس، 25 من تموز يوليو 2000، مطار شارل دي غول، 12:30 بعد الظهر، 100 رجل وامرأة وطفل أكدوا حجوزاتهم على متن رحلة AF 5490 بعد أن قدموا من كل أنحاء ألمانيا منتظرين رحلة العمر. إجازة حلموا بها كلفتها 13,000 دولار على الأقل. تبدأ بطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت المتجهة إلى نيويورك، ثم تكمل بجولات بحرية فخمة بالكاريبي. الرحلة كانت بالنسبة لوالد جورج ماير متعة خاصة للاحتفال بتقاعده. سنة 2000 كان عيد ميلاده 65، وكان يريد القيام بهذه الرحلة مع شريكه للترفيه. سفراتهم دائما يجب أن تكون شيئا مميزا. الكونكورد هي طائرة ليس لها مثيل، فخمة ورائعة وقبل كل شيء سريعة جدا. تصل سرعتها إلى أكثر من 2200 كيلومتر في الساعة، وتربط أمريكا الشمالية بلندن أو باريس في خلال 4 ساعات تقريبا. شكل الكونكورد الفريد بمقاعدها الرفيعة الشكل مع أجنحة دلتا الواسعة تمكنها من السرعة عبر السماء لتقطع 3 كيلومترات كل 6 ثوان. جون هاتشنسون يطير بالكونكورد منذ 15 سنة. أفضل طريقة لوصفها ببساطة يمكننا القول إنها كانت نسلاً جيداً ومتكاملاً. كانت طائرة قوية ومتجاوبة وجميلة، كفائز بسباق كنتاكي داربي إذا أحببت. بحلول 11:30 تأكد أن كل المسافرين وصلوا ليباشروا رحلتهم الأسرع من الصوت. الكابتن التجريبي كريستيان مارتي يستعد بقمرة القيادة للطيران. محبو الرحلات بأيد أمينة، مارتي هو أحد طياري الخطوط الجوية الفرنسية المتمرس وصاحب الخبرة، مغامر وصاحب مواهب استثنائية. عام 82 كان الفرنسي كريستيان مارتي أول من ركب الرياح عبر الأطلسي. هو شخص مشهور في وطنه. في داخل الكونكورد الكابتن مارتي يراجع سجلات المراقبة قبل الطيران. مرافقه مهندس الملاحة الجوية الخبير جيل لوجلان الذي وصل الآن لمباشرة عمله في فترة بعد الظهر. في العادة أداوم في برج المراقبة الجنوبي لمطار شارل دي غول في باريس. في هذا اليوم تحديدا لم يكن من المفترض أن أكون في عملي، لكن أحد زملائي طلب في اليوم السابق أن نتبادل ساعات العمل فتبادلنا. مع التبديل الذي جرى ثمة ترقية غير متوقعة حدثت. جيل لوجلا أصبح المسؤول عن جهاز إقلاع الكونكورد. طائرة الكونكورد هي واحدة من أجمل الطائرات التي رأيتها في حياتي. أحببت مراقبة إقلاع وهبوط هذه الطائرة كثيرا. أثناء تفقد الكابتن مارتي المحرك الثاني قبل الطيران عرف أنه يعاني من عيب تقني، قطعة صغيرة بحاجة إلى تبديل. المشكلة لم تكن مهمة، لكن الأمان بالنسبة لقوانين السلامة في الكونكورد كان دائما موضوعا أساسيا. بعد 40,000 رحلة و 900,000 ساعة طيران لم يسبق أن كان هناك أي ضحية. عملية الإصلاح أخرت عملية إقلاع الكونكورد ساعة تقريبا. الساعة 3:54 بدأ الركاب بالصعود إلى الطائرة. من بينهم كانت عائلة إتش، كريستيان وأندريا وولديهما ماكسيميليان وكاترينا، كلاوس ومارغريت فرينزن كلاهما من المعلمين الذين كانوا يوفرون ثمن تذاكر الرحلة منذ 20 سنة. عائلات عادية تريد السفر لأجل مغامرة استثنائية. عند 4:35 بعد الظهر كانت الكونكورد جاهزة للمغادرة. التوقعات كانت تتزايد أثناء توجه الطائرة النفاثة الأسرع من الصوت إلى المدرج. من برج المراقبة جيل لوجلان أعطى الإذن لطائرة الخطوط الجوية الفرنسية بالإقلاع عن يمين المدرج 26.
الساعة 4:40 بعد الظهر. إلى الآن كان كل شيء طبيعيا بالنسبة للطاقم والمسافرين. الكابتن مارتي أوصل الطائرة إلى بداية المدرج وهو جاهز لإطلاق قوة المحركات الأربعة من طراز رولستون كونكورد. بالنسبة للطيار المتمرس جون هاتشنسون فإن لحظة مثل هذه هي دائما مميزة. عندما تفتح الصمامات بقوتها الكاملة ستشعر بالاندفاع الضخم لهذه القوة في ظهرك أثناء سرعة الطائرة إلى أسفل المدرج، وستشعر أيضا بشيء آخر هو أن الطائرة تريد في هذه اللحظة أن تدخل المجال الجوي بأسرع ما يمكن حتى تصبح بمحيطها الطبيعي. في برج المراقبة جيلوجلا يراقب الإقلاع. كنت أراقب الكونكورد وهي تكتسب القوة على المدرج. كانت أجمل ما ترى في هذه الوضعية. هذه طائرة ثقيلة، في البداية تكون بطيئة لكنها لاحقا تكتسب السرعة. الكونكورد تتسارع لتصل إلى مدرج 4000 متر، وسجلت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة. من خلال استخدام بيانات الكمبيوتر تمكن من معرفة ما سيحصل لاحقا. بالنسبة لجيلوجلان هي لحظة من الرعب الممتع. فجأة رأيت النيران خلف جسم الطائرة تماما. قفزت إلى الميكروفون لأقول للخطوط الجوية الفرنسية إن ثمة نيرانا خلفكم. الكابتن مارتي لا يستطيع رؤية النيران، وبسبب سرعة الطائرة أصبح إلزاما على الكونكورد أن تقلع. بقي 2000 متر من المدرج، لكن الكونكورد تحتاج إلى 3 كيلومترات إضافية حتى يكون أمامها فرصة لتتوقف بسلام. بعد هذه السرعة مهما كانت حالة الطائرة فإنها يجب أن تقلع، ولم يكن ممكنا إلغاء عملية الإقلاع. وبينما كنت أراقب النيران رأيت مقدمة الكونكورد ترتفع. عند الساعة 4:43:15 سحب الكابتن مارتي عصا التحكم وبدأت الكونكورد بالارتفاع في الجو. وهكذا طارت الكونكورد كما بدت للمراقبين. مارتين بورني تعمل في مكتب على الحافة الغربية للمطار. عند الساعة 4:44 ترى شيئا مخيفا. كنت أنظر من نافذتي فرأيت طائرة الكونكورد ترتفع ببطء شديد، وذيل الطائرة كان يحترق. كنت خائفة كثيرا لأنه مع كل هذه النيران التي رأيتها كنت مقتنعة أن الطائرة ستنفجر هنا أمام المكتب. وانطلقت الطائرة المنكوبة مباشرة إلى الجو. بالقرب من عمل مارتين كان الساعي إيمانويل فيرمينيو يقود شاحنته مرا بنهاية المدرج. عندما ذهبت الكونكورد كانت النافذة عندي مفتوحة وكنت أرتدي قميص بولو، وبإمكاني القول إن الحرارة التي كانت تقذفها الطائرة إلى الخارج ذوبت أجزاء من قميصي وسببت لي حروقا بسيطة. في ذلك الوقت كنت أشعر حقا بحرارة الأرض. بينما كان الكابتن مارتي يكافح للسيطرة وكسب الارتفاع كانت النيران تأكل الجناح الأيسر. المشهد البشع الذي التقطته آلة تصوير زوجة سائق الشاحنة هو شريط الفيديو الوحيد الذي أظهر الكونكورد وهي تحترق. سيثبت وسطة حيوية في التحقيق. في مطار باريس أقلعت الكونكورد الأسرع من الصوت في هذا الوقت، لكن النيران الآن مشتعلة بالطائرة وفي داخلها 109 أشخاص يواجهون الخطر، والثواني 69 التالية ستكون حرجة. الساعة 4:43:30 الكونكورد تكافح لتبقى في الهواء وهي تبعد 30 مترا عن سطح الأرض. الطائرة المشلولة ستتحطم. فبلدة غانيس التي يبلغ عدد سكانها 25,000 شخص كانت الطائرة تعبر فوقها مباشرة. كريستين توربان كانت تقود سيارتها متجهة إلى منزلها من محطة الوقود التي تملكها بغانيس.
كنت عائدة إلى المنزل عندما رأيت الطائرة. كانت النيران مشتعلة بالكونكورد من الخلف. أبطأت سيري وصرت أمشي على مهل. رأيت الطائرة تحترق من الخلف. لم يعد عند الكابتن مارتي حلول. جناح الكونكورد الأيسر يتفكك. رجل الأعمال باتريك تاس كان يرى طريق الطائرة بشكل مباشر. كنت في مكتبي أتحدث مع الوكالة. النافذة في مواجهة المدرج. فلفت انتباهي صوت غريب وقوي. كانت النار مشتعلة بطائرة الكونكورد بقوة. الكونكورد تميل إلى اليسار. المقاعد والحجرات تتطاير باتجاه الأرض. الساعة 4:45. هذه اللحظة كانت لحظة رعب لكل مهندس في الملاحة الجوية. أمسك جيل لوجنا بالمايكروفون. اتصلت بالخطوط الجوية الفرنسية وقلت: الخطوط الجوية الفرنسية، هل تسمعونني؟ رددتها مرتين. لم يكن هناك جواب. الطائرة الأسرع من الصوت زودت بالوقود وعلى متنها 109 أشخاص، ثم تحطمت على سطح فندق على أطراف بلدة جوناس. كرة نارية مرعبة انفجرت بعدما اصطدمت بالمبنى. في هذه اللحظة كانت المعلمة البريطانية أليس بروكينغ قد وصلت إلى غرفة في الطابق الأول. ركضت مباشرة إلى باب الغرفة التي كنت فيها. شاهدت النيران ورأيت أنه لا يوجد أي مخرج عن طريق السلم. قفزت عبر الغرفة، ثم قفزت من فوق السرير لأصل إلى النافذة. لحسن الحظ رأيت موظف الاستقبال الذي كان واقفاً في الأسفل. قال لي: يجب أن تقفزي من فوق. في الوقت نفسه كانت كريستين تيربان أيضاً تشاهد الانفجار وهي خائفة من الأسوأ. سقطت من المكان الذي كنت فيه. حسبت أنني سقطت على محطة الوقود، لأن ابنتي والفتاة التي تعمل عندي كانتا هناك وهما ماتتا معا. بينما كانت كريستين تيربان قد وصلت بسيارتها، سقطت يد أحد المسافرين على طريق محطة الوقود. شيء مخيف هو ما تتذكره كريستين عن مصير المسافرين. عندما ترى معصم اليد ليس باستطاعتك فعل أي شيء، لكنني كنت أتخيل كيف كان الوضع بالنسبة لمن كان على متن الطائرة. خلال 8 دقائق من التحطم وصلت العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث. مأساة مخيفة، ليس بالنسبة للذين كانوا على متن الكونكورد وحسب، ولكن بالنسبة للذين كانوا في الفندق أيضا. رئيس دائرة إطفاء الحرائق العقيد فابريس شوفان يقود عملية الإنقاذ. في الوقت الذي كنا متجهين في السيارة كان هناك الكثير من الأشياء تخطر في بالي. الشيء المهم بالنسبة إلي هو أن نقسم العملية إلى جزئين منفصلين: الأول إطفاء نار الطائرة وإنقاذ الباقين، والثاني تنظيم معالجة الجرحى قبل نقلهم إلى المستشفى. كثافة النار كانت كبيرة بحيث ستستغرق 3 ساعات لتصبح تحت السيطرة. كما تظهر صور أخبار التلفزيون، فمن المستحيل تمييز البقايا المتفحمة للطائرة والفندق. محاولات الإنقاذ كانت من دون جدوى، ف113 شخصا ماتوا. 4 منهم كانوا في الفندق والباقي كانوا على متن الطائرة.
ثلاثة أجيال من عائلة إيتش أبيدت. أجداد الأطفال كانوا يريدون منح العائلة عطلة العمر، فحجزوا لرحلتهم على متن الكونكورد. الأستاذ كلاوس وزوجته مارغريت فرينزن كانا يوفران المال منذ 20 سنة ليطيروا على متن الكونكورد. بدأ عمال الإنقاذ المهمة المرعبة لسحب الجثث من موقع الحادث. كنزة راشد كانت طالبة وموظفة في الفندق، ماتت وهي في 19 من العمر، وكانت قد انضمت إلى موظفي فندق ليسيمو قبل يوم واحد فقط من حادثة التحطم لتكسب بعض المال لأجل الإجازة. ضحية ثانية وهي خادمة الغرف ديفراني تشاندونسينغ، ماتت وتركت خلفها طفلين. أغلب الجثث احترقت ولم يتم التعرف إليها، حتى الأطباء الشرعيون لم يتمكنوا من التمييز بين الضحايا إلا عن طريق سجلات أسنانهم. كان الوقت صعبا ومخيفا بالنسبة لأقرباء بعض الضحايا كجورج ماير. من الأشياء التي كانت أكثر صعوبة بالنسبة إلي هي التعرف إلى والدي وشريكه. يمكننا القول لم يبقى الكثير من المسافرين بعد تحطم الطائرة، هذا الشيء كان صعبا جدا. يجب على جورج أن ينتظر أسبوعين قبل أن يتعرف الأطباء إلى بقايا والده. كان يجب أن ننتظر هذه المدة، كان الأمر مزعجا مع مرور هذا الوقت. عملية التحطم باغتت الجميع. الكونكورد ملكة الجو، الطائرة التي جعلت من السفر بأسرع من الصوت حقيقة وتلبي أحلام الناس. لم يحصل أن حدث معها حادث قاتل كهذا قبل هذه اللحظة. كل العملية استغرقت 120 ثانية فقط لتحطيم هذا الرقم القياسي. الآن إذا استرجعنا أحداث هذا اليوم الحاسم وتعمقنا بالتحقيق، فسوف نستطيع أن نكتشف ما الذي حدث تحديدا. من خلال استخدام الكمبيوتر الذي سيأخذنا حيث لا تصل آلة التصوير إلى قلب منطقة الكارثة. المكتب الفرنسي للحوادث الجوية أرسل أحد المحققين الكبار الذين يعمل معهم، وإذا استعملنا بياناتهم فسنتمكن من جمع السلسلة القاتلة من الأحداث التي حصلت وما سبب هذه المأساة الفظيعة. في الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات لم يكن هناك شيء ممنوع. هل إن الكابتن مارتي هو الذي ارتكب هذا الخطأ القاتل؟ أو كان هناك عطل خفي في الطائرة المثالية؟ أجرى المحققون فحوصات دورية على لوائح الأمتعة والمسافرين، فوجدوا شيئا مريبا. 19 قطعة من الأمتعة بحسب تقرير التحميل لم يكن من المفترض وجودها على الطائرة، لأنها ليس لها علاقة بالمسافرين في هذه الرحلة. هل من المعقول أن يكون هناك إرهابيون يحاولون تهريب قنبلة في الطائرة؟ لن تكون أول مرة. 270 شخصا ماتوا عام 88 عندما زرع الإرهابيون قنبلة في الأمتعة فحطمت طائرة تابعة لبان أمريكا بحادثة لوكربي الرهيبة. المحققون في غونيس قسموا موقع تحطم الكونكورد إلى شبكة حتى يتمكنوا من إجراء بحث دقيق. صوروا ووضعوا علامات على كل شيء وجدوه في كل قسم. كانت هذه عملية جدية وقد استغرقت 4 أسابيع. ثم أخذوا كل جزء من الحطام ليتعرفوا إليه ويحللوه. 3 هنجارات في مطار آخر في باريس هو مطار لبورجي أصبحت مكان استراحتهم النهائية. هذه الكومة من الخراب هي كل ما بقي من الفندق. مثل هذه الكثافة من الدمار والنار تهدم مبنى مؤلفا من 40 غرفة ليصبح كومة أنقاض لا أكثر. وهذا الذي تبقى من الكونكورد. أحد أهم إنجازات الهندسة الحديثة هو الآن مجرد كومة من المطاط المتفحم والألمنيوم والبلاستيك الذائب وأعمدة الهيدروليك المكسرة.
المحققون الفرنسيون فصلوا ورمزوا كل قطعة. في هذه البقايا المحترقة تكمن الأسباب الحاسمة التي سببت تحطم الكونكورد. خلال ساعات استعاد المكتب الفرنسي لفريق الحوادث الجوي الصناديق السوداء. هذه الأدوات عادة تحملها كل الطائرات لتسجيل البيانات التقنية المهمة، خصوصا محادثات الطيارين في قمرة القيادة. قاموا بتحليل الصناديق السوداء، لم يسمعوا أي صوت لانفجار. كان من الواضح لهم أن الذي حصل ليس عملية إرهابية. المحققون مجبرون على البحث عن سبب آخر. ركزوا على الدقيقة الأخيرة من إصلاح المحرك الذي طلبه مباشرة الكابتن مارتي قبل الإقلاع. عرفوا أن الكونكورد عادت من نيويورك قبل يوم بعطل في الدافع العكسي في المحرك الثاني. الدافع العكسي يساعد على إبطاء حركة الطائرات بعد الهبوط. حلل المحققون صندوق تسجيل المعلومات على الفور، لكنهم لم يجدوا أي دليل يثبت أن عطل الدافع العكسي يمكنه أن يتسبب بالحادث. الضغط يتزايد لإيجاد الأجوبة، وإلى حين انتهاء عمل السلطات الفرنسية أوقفت كل رحلات طائرات الكونكورد. الضوء مسلط الآن على الثواني 120 عند بداية إقلاع الكونكورد. الكابتن جون هاتشنسون قام بمئات عمليات الإقلاع بالكونكورد من قبل. عندما تتوقف بدورك على المدرج، الكابتن في هذه اللحظة سيضغط على ساعة التوقيت ويفتح الصمامات الخانقة بالكامل. وظيفة الكابتن أن يبقى مباشرة في أسفل المدرج، ووظيفة مساعد الطيار العمل على سرعة الاتصال، ومهندس الطيران يجلس ويراقب كل الآلات لا سيما تلك التابعة للمحرك. بيانات الصندوق الأسود وضحت أن كل شيء كان طبيعيا إلى أن وصلت سرعة الكونكورد إلى 323 كيلومترا في الساعة. الكونكورد الآن على بعد 79 ثانية من حصول الكارثة. سجل البيانات كشف عن عطل مفاجئ بكهرباء المحركين الموجودين تحت الجناح الأيسر، وعلى الفور التقط الصندوق الأسود التحذير من برج المراقبة. الخطوط الجوية الفرنسية، هناك حريق. على الرغم من التحذير كان الطيار مارتي قد عبر نقطة لا عودة. مسافة المدرج لم تكن كافية ليتوقف بسلام، وكان ملزما أن يطير. سحب عمود السيطرة ليلف الطائرة من المقدمة إلى زاوية أعلى من 12 درجة فاصلة 9، لأنه كان يواجه مشاكل بمحركات الجانب الأيسر، فهي لم تكن تنتج القوة التي يجب أن تنتجها، وكان يبذل جهدا كبيرا للسيطرة على الطائرة ويحاول أن يصل إلى سرعة المطلوبة، ولكن كانت المشاكل قد تفاقمت بسبب عطل محركات الجانب الأيسر. أصبحت المحركات هي الهاجس الجديد في التحقيق. لماذا فقدت القوة في مثل هذا الوقت الحرج؟ قبل دقيقتين من انتهاء رحلتها، طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحطمت لتقتل معها 113 شخصا. إنها ضربة قاسية لأول طائرة أسرع من الصوت في العالم. من خلال استخدام رسومات الكمبيوتر المتقدمة والمستندة إلى الطرير الرسمية، سنتعمق بالتحقيق لكشف السلسلة القاتلة لهذه الأحداث. عرف المحققون أن محركي الجانب الأيسر فقدا القوة عندما كانت سرعة الكونكورد قد وصلت على المدرج إلى 323 كيلومترا في الساعة، لكن لماذا؟ ثم ظهرت فكرة جديدة ومهمة. وجد المحققون الفرنسيون عدة أجزاء لإطار على المدرج، وزن أحدها 4.5 كيلوغرامات. أكدت الاختبارات بسرعة أنها كانت للكونكورد، وهذا تقدم مهم. لماذا؟ لأن إطارات الكونكورد تنفخ بضغط عال يفوق الضغط الذي تنفخ فيه إطارات أي طائرة ثانية، خصوصا أثناء إقلاعها وهبوطها. الطيار جون هاتشنسون سوف يوضح لنا.
في الحقيقة عندما يقوم الكابتن بسحب عصا السيطرة إلى الخلف ليقوم بتبديل السرعة، فهو في الحقيقة يضغط بشكل قاس باتجاه المدرج، وهذا يتسبب بجهد أكبر على الإطارات بهذه اللحظة المعينة. هذا الضغط الإضافي يجعل إطارات الكونكورد ضعيفة جداً. والآن هناك شيء جديد. محققو الحوادث الفرنسيين راجعوا السجلات واكتشفوا أن حدوث انفجار بإطارات طائرة الكونكورد أمر بعيد ونادر. تعرفوا إلى أكثر من 50 سبباً لحالة انفجار الإطارات خلال الإقلاع والهبوط على مدى 24 سنة. إحدى أسوأ هذه الحوادث كانت حادثة طائرة كونكورد أخرى حدثت في مطار واشنطن دالاس عام 79. بيل لايتفوت كان أحد الركاب على متن الكونكورد في ذلك اليوم. رأيت فتحة كبيرة في الجناح مع قطع الألومنيوم أو سبيكة معدنية وكثير من السائل الذي كان يتدفق من الفتحة الممزقة في الجناح. التقرير الرسمي لهذه الحادثة أظهر أن الإطار انفجر أثناء التوقف، والعجلة المعدنية المكشوفة ارتفعت حرارتها بشكل كبير وانفجرت بشكل مباشر قبل عملية الإقلاع. الطائرة ارتفعت في الجو، ولكن بعد 20 دقيقة عادت بسلام إلى الأرض. نجت الطائرة من هذه المحنة، ولكن ظهر العطل الرئيسي في أمان الإطار. ركب مهندسو الكونكورد جهاز مراقبة للكشف على أسفل الإطارات المنتفخة، وعدلوا إجراءات تفتيش العجلات قبل كل رحلة. وأهم ما وضحه خبير الطيران ديفيد ليرمونت هو أنهم طوروا إطارات أقوى كي تتحمل وزنا أكبر بمرتين من حملها الطبيعي. المطلوب من خلال اختبار الطيران أن نكون قادرين على التصرف خلال التمرين في حال حصل انفجار في الإطار في وقت الإقلاع، ويجب أيضا أن يكون باستطاعتنا متابعة الإقلاع من دون إطارات. وهنا يأتي دور الإطارات الاحتياطية كي لا يحدث عطل مرة أخرى، وهكذا لم يحدث أي فشل في الإطارات. استمر الأمر على هذه الحال 18 سنة في باريس إلى أن وقعت حادثة خطيرة جدا. على الرغم من إجراءات السلامة كلها، انفجر أحد إطارات الكونكورد إلى أجزاء. المحققون بحثوا بعمق. جرى فحص كل الحطام الذي كان على المدرج من جديد، فاكتشف أهم دليل بالتحقيق، ف43 سنتيمترا كانت لغز الشريط المعدني. عندما تقارن السنتيمترات 43 من الشريط المعدني للضرر الحاصل في إطار الكونكورد، ستجدها متطابقة كثيرا. فجأة اعتمد التحقيق بالكامل على مصدر هذا المعدن. من أين أتى؟ عمل المحقق الجاد يتطلب 5 أسابيع نظرا لآلاف الأجزاء التي تصنع منها طائرات الكونكورد. ثم الحدث الأهم، اكتشفوا أن الشريط المعدني أتى من محرك DC-10. بيانات الرحلة من باريس كشفت أن خطوط كونتيننتال الجوية DC-10 كانت قد أقلعت قبل الكونكورد ب5 دقائق. قاموا بتعقب مسار الطائرة إلى هيوستن وتكساس، ووجدوا أن المحرك كان فيه جزء مفقود، وهو الشريط المعدني الذي غيروه قبل 16 يوما أثناء صيانة DC-10. عندما رأى ديفيد ليرمونت صور الشريط المعدني لأول مرة اندهش. كانت جوانب الشريط قاسية جدا، ولم تكن قاسية لأن طائرة الكونكورد قد عبرت عليه وحسب، فقد كان شبه مقطوع وجوانبه لم تكن مستقيمة، لم يكن كذلك حتى عند صناعته. والأمر الثاني هو وجود فتحات ثقبت لتثبيت البراغي أو المسامير عبرها. والآن لدى المحققين نظرية قوية حول درجة مساهمة الشريط المعدني بحادث التحطم، 81 ثانية قبل التحطم. الكونكورد AF4590 تمشي بسرعة 323 كيلومترا في الساعة عند أسفل المدرج.
احتك الإطار بالشريط المعدني. الإطار انفجر، وقطعة كبيرة من المطاط بوزن 4.5 كيلوغرامات طارت من الإطار على ارتفاع عال باتجاه الجناح. لكن خزانات وقود الكونكورد موجودة بالأجنحة، والجناح الذي يشكل الدلتا لم يكن مصمماً لتحمل مثل هذه الضربة. هذا النوع من الاحتمال لم يسبق أن ظهر في التجارب. كانت الأهمية من كل التجارب هي الموافقة على الطائرة بالمركز الأول. وإن حدث وانفجر إطار فيها، لا يكون وزن القطعة التي تطير من العجلة أكثر من 1 كيلوغرام تقريباً. قطعة المطاط التي اصطدمت بجناح الكونكورد ذلك اليوم كانت تزن 25 كيلوغراما تقريبا، ولم يخطط أحد لهذا النوع من الصدمات. ما كان يمكنك أن تقارن أكثر من الجزء المطاطي الكبير للإطار مع ارتطام بالجناح، لكن المدهش هو أن الجناح لم يثقب في تلك النقطة. إذن ما دامت القطعة الثقيلة المطاطية لم تثقب الجناح، فما الذي سبب بتسرب الوقود؟ في الحقيقة، قطعة الإطار التي اصطدمت بالجناح وسببت الضرر كانت كبيرة جدا ومسطحة، وعلى الرغم من ثقلها فهي لم تخترق الجناح، لكنها سببت موجة اهتزازية لتمر بالوقود الذي بدوره دفع سدادة خزان الجناح المصنوعة من الجلد إلى الخارج، فكانت نتيجة الصدمة سيئة جدا. عندما تصطدم القطعة المطاطية بالجناح تبدأ موجة الضغط التي تبحث عن المفصل الأضعف في خزان الوقود. يبدأ الوقود بالتسرب من الخزان. 75 لترا من الوقود تتسرب على المحرك كل ثانية، لكن الوقود المتسرب بكثرة على المحرك يحتاج إلى شرارة ليشتعل. من أين أتت هذه الشرارة؟ طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحطمت بعد إقلاعها من مطار شارل دوغول في باريس. يمكن لرسوماتنا تقليد آلة تصوير افتراضية على المدرج لكشف سبب الحادث. أثناء اندفاع الطائرة نحو أسفل المدرج، شريط معدني خطر مزق الإطار. 81 ثانية قبل التحطم، قطعة ثقيلة من المطاط طارت باتجاه خزانات الوقود. الوقود يتسرب على المحركات، لكنه ليس كافيا للتسبب بكارثة، إنه يحتاج لشرارة. من مسجل صوت غرفة القيادة نعرف أن الطيارين يواجهون مشكلة في التعامل مع أجهزة الهبوط والإقلاع. أثناء محاولة ارتفاع الكونكورد في الجو، الطيار كريستيان مارتي طلب رفع عجلات الطائرة، لكنها بقيت مفتوحة. شريط الفيديو الوحيد المأخوذ للطائرة المنكوبة سيزودنا بدليل آخر. سوف يرينا إطارات الطائرة من أسفل الموقع. ما الذي منع العجلات من العودة إلى مكانها؟ التفسير المحتمل يمكننا رؤيته من خلال صور الكمبيوتر. قطعة من الإطار الذي انفجر طارت إلى علبة أجهزة الهبوط والإقلاع، ساعدت على قطع أسلاك الكهرباء. عجلات الطائرة علقت بأسفل القاعدة، والأسوأ من هذا أن الأسلاك المكشوفة ما زالت تتمايل بقوة في الهواء بسبب العاصفة الهوائية. إذا لمست الأسلاك المكشوفة أي شيء سينتج عن ذلك شرارة، ولأن المقدر مكتوب حدث ما كنا خائفين منه. هذه الملامسة أشعلت الوقود المتسرب، وفي تلك اللحظة تحولت الكونكورد إلى قنبلة طائرة. باستطاعتنا الآن أن نخبركم كيف كان الوضع بالنسبة للكابتن مارتي في غرفة القيادة. من مقعد الطيارين هو لا يستطيع رؤية النيران. كل ما يعرفه هو أن الكونكورد تفقد قوة المحرك الثاني مباشرة في لحظة الإقلاع.
بعد ثانية واحدة برج المراقبة يحذره من الحريق. الخطوط الجوية الفرنسية، هناك حريق. بيانات الكمبيوتر عرضت كيف كان شكل الكونكورد الآن، حتى تصبح الأمور أسوأ بالنسبة للكابتن مارتي، المحرك الأول يفقد قوته أيضا. الأحداث تعاكسه. خبير سلامة الطيران ديفيد ليرمونت يوضح لنا السبب. كان هناك تدفق هائل للوقود خارج هذه الفتحة الكبيرة جدا، وغمر المحرك الذي فقد القوة بشكل تدريجي فتعطل أخيرا، لذلك صار لدى الطيارين محركان فقط على الجهة اليمنى، بينما هم معتادون على أن يكون لديهم 4 محركات. من المستحيل أن يحدث ذلك حتى بأسوأ الأوقات. الكابتن مارتي يحتاج إلى قوة قصوى، وليس أمامه من فرصة كافية ليتوقف على المدرج. تسجيلات صوت غرفة القيادة كشفت أن الساعة كانت 4:43:22. جرس الحريق بالمحرك سمع، وبعد 3 ثوان أطفأ الكابتن المحرك الثاني. التحذير من الحريق يعني أن تطفئ المحرك وتقطع تغذيته بالوقود، ثم تفتح مطفأة الحريق لذلك المحرك لتحاول إخماد النار. الكونكورد الآن على بعد 53 ثانية من الكارثة. جيل عجلة من برج المراقبة يقدم ما بوسعه من المساعدة للكابتن مارتي. افعل ما تجده مناسبا، لديك الأولوية في العودة إلى المدرج. لكن على بعد 60 مترا كانت الكونكورد منخفضة جدا، والمسافة لا تكفي للعودة، لذلك أكمل الكابتن مارتي محاولة قيادة الطائرة لأقرب مدرج بمطار لبورجي الذي كان يبعد عنه 5 كيلومترات فقط للأمام. لكن ظهرت مشكلة جديدة للكابتن مارتي، وهي أن النار قوية جدا بحيث أن جناح الكونكورد بدأ يذوب ويتحلل. مؤخرة أجنحة الكونكورد المعروفة بالرافع الخلفي هي للتحكم، تجعل الطيار يتحكم بالطائرة طلوعا ونزولا. النار كانت قوية لدرجة أن هيكل مؤخرة الطائرة كان ظاهرا وكأنه يتبخر، وأجهزة التحكم عند الطيار كانت تتدمر. في نفس الوقت صفارات إنذار الحمامات كانت مسموعة على جهاز تسجيل الصوت. بالنسبة للركاب، الدخان في حجرة القيادة جعل الأوضاع لا تحتمل. طائرة الكونكورد الآن على بعد 49 ثانية من الكارثة. في غرفة القيادة، مارتي يتصارع مع الرافعات الخلفية ويجرب أن يزيد السرعة ليرتفع أكثر، ولكنه يعرف أن الأجنحة والرافعات تتفكك. بقي 33 ثانية. صفارة إنذار المحرك عادت لإصدار التحذير وبقيت تعمل طوال فترة الطيران. في غرفة القيادة، الكابتن مارتي لم يعد أمامه أي خيار، حتى مدرج لبورجي كان يبعد 3 كيلومترات عنه. قبل 11 ثانية فقط في برج التحكم سمعوا آخر كلمات كريستيان مارتي: تأخرنا، ما من وقت لدينا. بقي 4 ثوان، الطائرة انخفضت 15 مترا. آخر حركة كانت هي ارتفاع الطائرة وابتعادها عن مدرج الهبوط 110 درجات، وفي تلك اللحظة أصبحت الطائرة خارج السيطرة بالكامل. بقي 3 ثوان، طائرة الكونكورد لا تستطيع الصمود أكثر في الجو. تباطأت وبدأت تتمايل نحو اليسار. كان هناك فندق تحتها مباشرة. الطائرة سوف تسقط. ثانية فقط بعد أن بدأت الكونكورد بالهبوط، و109 أشخاص بدأوا يحدقون بوجه الموت. بعد 2 ثواني تحطمت طائرة الكونكورد فوق فندق المطار.
الركاب 109 من أفراد الطاقم على متن الطائرة وأربعة أشخاص في الفندق ماتوا جميعاً. مراقب الحركة الجوية جيل لوجلان بدأ مع رحلة الكونكورد المشؤومة وكان شاهداً على الثواني الأخيرة المرعبة. عرفت أن كل شيء انتهى، وعرفت أيضاً أنها الحقيقة التي لم أتقبلها. حتى تلك اللحظة لم أؤمن أنها كانت حقيقية أو كانت واقعية. برهنت لي هذه الحادثة أن الذي لا يمكن أن يحدث قد حدث. فتحطم الطائرة كان حقيقيا. الكونكورد، الطائرة الوحيدة في العالم التي تسبق الصوت، الناجحة التي سجلت 25 سنة من سلامة الطيران المثالي، تحطمت ب120 ثانية فقط. تحطمها كان رعبا مستحيل التصور. المسافرون كان أمامهم بضع ثوان فقط ليستعدوا للموت. المحامي كريستوف ولانس تكلم باسم أهالي الضحايا. أعتقد أن المسافرين أدركوا في وقت مبكر أن ثمة مشكلة تحصل بالطائرة. الطائرة لم ترتفع، ثم اشتعل الجناح وطارت على ارتفاع منخفض عن مستوى الأرض، ثم بدأت الطائرة بالدوران. أعتقد أن المسافرين أدركوا بوقت مبكر جدا أن شيئا فظيعا كان على وشك الحصول، ولا بد أنهم كانوا يستعدون للموت. بعد يومين سمح لأقارب الضحايا بوضع الزهور في موقع الحطام. وحتى الآن هم يشعرون بالخسارة. والد جورج ماير مات بالحادثة. افتقدته بالتأكيد، ترك فجوة كبيرة في حياتي، وما يجعل الوضع فظيعا أكثر هو حقيقة موته التي لم تكن ميتة طبيعية، بل كانت حادثة مرعبة. وفقد حياته في عز شبابه. الكارثة كانت صدمة للذين نجوا في بلدة جونيس أيضا. رجل الأعمال باتريك تاس نجا بأعجوبة، كان يعمل بالقرب من الفندق الذي دمرته طائرة الكونكورد. ما زالت الأحداث ملازمة له حتى اليوم. من المؤكد أن تحطم الطائرة أثر في، لا يسعك إلا أن تتأثر بها. إن ترى ما رأيته أنا، الجثث، النيران، الإصابات، فذلك شيء مرعب، ورائحة الجثث المحروقة بحد ذاتها فظيعة. بالنسبة للكونكورد، كارثة باريس كانت بداية النهاية. بعد 3 أسابيع من الحادثة، جميع رحلات الكونكورد توقفت. كان لابد للطيران الفرنسي والبريطاني اللذين يتعاملان مع طائرات الكونكورد من أن يقوما بتعديلات على إجراءات السلامة. قويت الإطارات لتبقى فعالة حتى لو اخترقتها شفرة بطول 30 سنتيمترا. المهندسون غلفوا خزانات الوقود ببطانيات كيفلر المضادة للرصاص لمقاومة الاختراقات، والمشاكل الكهربائية بكوابح الهبوط التي عززت. لكن طائرات الكونكورد لن تحافظ على عظمتها السابقة. بعد 14 شهرا من السقوط، ركاب رحلات الكونكورد عادوا، ولكن تكلفة تعديلات هذا الأسطول القديم كانت مرتفعة جدا. عدد الركاب تراجع كثيرا. في 24 من تشرين الأول أكتوبر سنة 2003، حملت طائرة الكونكورد ركابها لآخر مرة. أول عصر الرحلات بسرعة تسبق الصوت أصبح في نهايته، واليوم الكونكورد هي مجرد تحفة تذكارية. بعد ظهر يوم مشؤوم من تموز يوليو في باريس، كانت نتيجته أحداثاً حاسمة متتالية.
قطعة معدنية على مدرج هبوط الطائرة تثقب الإطار. قطعة من الدولاب وصلت إلى الجناح. موجة اهتزازية تسببت بتسرب الوقود من الخزان. الحطام وصل إلى المنطقة السفلية وتسبب بقطع سلك كهربائي.